يا جماعه بص، وانا ماشي هنا لقيت مين عارفني. طال عمرك، ازيك يا باشا حبيب قلبي، ازيك وازاي العيال، عامل ايه؟ هل انت تتابعني يا طال؟ فعلا ابوسك يا طال. طال عمرك ده حبيبي يا جماعه، انتوا عارفين يعني ما شاء الله، مش عارف ايه اللي هو حاطه على جسمه ده، بس ما علينا. يا طال خلاص بقى سيبني، خلاص يا طال. انت في ايه يا عم، انت هتخطفني ولا ايه؟ طال انت عايز مني ايه؟ انت عمال اجري وراك. ازيك يا طال، ازيك يا حبيب قلبي، منورني يا باشا والله، منور القناه. السلام عليكم، معكم دكتور ميشو. النهارده شباب حلقه جديده من ماينكرافت، والنهارده هنلعب في اي بيكسل لعبه البلوك بارتي او حرب البلوكات. ان شاء الله لسه بتعمل الفيديو، ما تنسوش اللايك عشان تشترك، ما كنتوش مشتركين طبعا يا جماعه. اللي مش عارف اللعبه يعني بتبقى معاك بلوكه ولازم تقف على نفس اللون، ولكن احذر يا باشا لان في غدرات كتير في اللعبه دي. ربنا يستر يا جماعه، بصراحه انا عايز افوز فيها، بس المشكله زي ما قلت لكم كده اللعبه فيها شويه جلد وخصوصا في الاخر. فيلا خلينا نستعد على طول وندخل يا باشا. طبعا اللعبه لغايه دلوقتي موجوده في قسم التجريب في هاي بيكسل، يعني مش عارف يا جماعه بيجربوها ايه، بقى لهم سنه حاطينها في هنا، ما خلاص بقت لعبه رسميه المفروض، يعني مش عارف حاطينها تحت الانشاء ليه ده كله. يلا يا رجاله مستعدين يا باشا؟ انت مستعد؟ ايه ده عرفني، شكله عارفني اتوقع كده. طيب دخلنا دلوقتي على طول يا جماعه. اكتر حاجه مش بتعجبني بس الناس مش شايفها، فبحس كده في خيالات بتشغلني، بس ما علينا. يلا اول ليفل ايزي يا باشا، مفيش مشكله. اللي هو يقع فيه بصراحه حمار، يعني مش عارف ايه ده. طب تاني ليفل شكله مش هيبقى سهل. لحظه، او بليز. الحمد لله لحقت يا جماعه. اوكي بصراحه انا شفت الناس يعني مشيت معاهم، لان ما لحقتش اركز واجيب اللون، يعني اللون كان متلخبط كده في النص، بس عايزين نركز بقى من دلوقتي. يلا تركيز، ايوه هنا يا باشا ده. هو ايزي ايزي ايزي. طيب يلا اللي بعده ايزي برده يا جماعه، اللون اللي هنا ده لسه فاضل 13. المشكله الفيلات اللي فوقها دي ايزي سهله، يعني كله بيفوز. بعد كده هندخل في الجلد بقى وربنا يستر. يلا معانا اللون ايه بعد كده؟ ده ولا انهي؟ يا رب يكون ده فعلا، لان في واحد تاني شبهه. اوكي ده الحمد لله يا جماعه، مشكله لما يبقى في اللونين كده شبه بعض، مشكله كارثه. طيب يلا دلوقتي اما نشوف اللون اللي هيجي لي ايه يا ترى. ايزي يا باشا، انا موجود عليه اصلا. حلو يا جماعه، لغايه دلوقتي محدش مات. يا رجاله صعبوا الليفلات شويه، هاي بيكسل مش هينفع كده، يعني شايفين محترفين زيي ما ينفعش. دلوقتي برضو ليفل سهل يا جماعه، بس انا بقى صعبه على نفسي واروح لدي، يعني كان ممكن اروح اللي هناك اللي في النص، بس لا يا باشا احنا هنا بنلعب الصعب. دلوقتي اللون الاخضر ده ولا ده؟ ده 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 ده, ده يا باشا. يا جماعه حاسس العمل الالوان هيشتغل دلوقتي ونبتدي نعك. اللون الاحمر ده، ياب 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 ياب، هو ده يا جماعه، شكله هو ياب. الحمد لله يا باشا كنا هنروح فيها. لغايه دلوقتي 13، شوفوا بقى لي كام جوله ولا واحد مات. ايه ده؟ ثواني عشان الجولة دي شكلنا هنموت كلنا. فين؟ فين دي؟ 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 واه جبتها في اللحظة الأخيرة، كنت هموت وبرضه ما حدش مات. يا جماعة العيال الجلة دي، ده عايشين جوه اللعبة. ال 13 ما حدش مات بقى لنا كتير. أوكي دي كمان سهلة هيجيبوها. يا حبيبي أنت مين؟ أنت بتشاور لي ليه؟ مش عارف يا جماعة بصراحة كده هنفضل كتير، يعني 13 لغاية دلوقتي ولا واحد مات. أوكي؟ دي برضه سهلة جدا. بصراحة كده اللعبة فيها حاجة غبية، مش عارف هنفضل كده كتير. الليفل معلش لغاية دلوقتي. يا جماعة ده الليفل اللي جالنا دلوقتي، احنا في الراوند كام؟ راوند ال 13 ولسه فاضل 13 واحد، ودلوقتي الراوند ال 14. طيب خلينا نشوف. اوكي بالنسبة لي ايزي، يا رب حد يموت بقى. يا نهار ازرق، ده احنا بنلعب مع ملوك اللعبة يا باشا، ولا واحد مات. يلا الراوند ال 15. يا جماعة أنا عمري ما كملت الراوندات للآخر، ما أعرفش إيه اللي هيحصل. لحظة، أربعة ماتوا، يعني بعد كل ده أربعة ماتوا في راوند واحد وأنا كنت منهم. يا جماعة المشكلة أنا شفت البلوكة بس كانت بعيدة أوي، يعني للأسف ما لحقتهاش. ده حظ إن أنا يعني البلوكة تجيلي في مكان بعيد، طب أعمل إيه؟ ما أنا مستحيل ألحقها. والله حرام يا جماعة، يعني بعد ده كله كده وأخيرا لما حد يموت يعني أكون أنا منهم أصلا، حاجة تشل. بس مفيش مشكلة يا باشا، مش هنيأس، نحاول مرة كمان ونشوف إيه اللي هيحصل. هيجي اللون الأصفر يا جماعة، بس بقول لكم، أو اللون ده، يا الأصفر يا ده. شفتوا؟ قلت لكم الأصفر. يا حبيبي هنا في إحساس، أنا عارف اللعبة المتخلفة دي. يا جماعة في حد فاكرني أدمن هنا؟ بس مش أدمن يا باشا، أنا هنا يوتيوبر. بس شوفوا يا جماعه كده وانا قالب الكاميرا، ومع ذلك برضو بجيب البلوك عادي. ولا بلاش خاطر عشان هعك الدنيا. اوكي لحظه، بعيد قوي. يا نهار ازرق، الحمد لله لحقته المره دي. الحاجات البعيده دي بتبقى مشكله. طب كويس، في ناس ماتت. حلو، في اتنين ماتوا في الراوند اللي فات ده، ودلوقتي فاضل 13 يا جماعه. شايف ايه الرقم المنيل ده؟ ايوه هنا اهي. حلو، بس في حاجات تانيه على الطرف. لو كانت دي بس، والله يا جماعه كان زمان دلوقتي ثلاثة بس اللي فاضلين، يعني و10 ماتوا، بس للاسف في كان الوان تانية برضو. طب خلينا نشوف بقى ايه اللي هيجي لي دلوقتي. اوكي ده ايزي يا باشا، بس انا هروح لابعد حاجة. لا هو في ابعد شوية، بس بلاش اخاطر، خليني هنا احسن. يلا الراوند اللي بعده شكله صعب شوية. اوكي فين؟ هناك. اوكي ايزي يا باشا، نايس، ومحدش مات. يخرب بيتكم، ده ايه ده؟ الجلد اوفر. لا والله يا جماعه ده في حد مات، بقينا 12. اوكي نايس، كويس. حلو، دي سهلة دي بتهيألي محدش هيموت فيها. ياب مفيش اي حد مات. لا والله في حد مات برضه، نايس يا جماعه، بقينا 10. ده في اتنين ماتوا. حلو، مع ان كان سهل الراوند. طيب يلا
الراوند ده برضو بالنسبه لي ايزي، اتوقع ده محدش هيموت فيه. يا جماعه انا مش عارف بصراحه لو كملنا لحد الراوند 25 واتبقى ناس كتير يعني هل كلنا هنفوز ولا ايه اللي هيحصل مش عارف. طيب دلوقتي البلوكه دي ايزي جدا يا باشا، اتوقع محدش هيموت تقريبا. اللي بعده اللي بعده انهي اللي بعده دي صعبه يا جماعه صعبه. طب حد يموت طيب يعني ما تكسفوناش. ايوه بقى حد مات نايس. اوكي دي تمام حلو. يا رب نبقى 8 ولا 7 ولا اي حاجه يا جماعه. مشكله بيدخلوا ناس جلاده قوي قوي يعني غير كل الالعاب التانية ناس بتموت بسرعه. لا الالعاب اللعبه دي بتطول قوي. هناك. اوكي انا ميت. انا بحس كل شويه لما اقعد اقول كده الناس ما بتقعش واللعبه مش عايز تخلص بتاع اروح واقع انا على طول. ما تتكلمش بقى خلاص اخرس خالص. هاي دكتور ميشو. هاي يا حبيبي. هاي يا هاي بقى كسبني بدل ما تقول لي هاي كسبني احسن. اوكي دلوقتي يا جماعه دي سهله اول راوند طبعا ما فيش مشكله يا باشا. جماعه كله عمال يقول لي هاي وفي الاخر يجلدوني بس خلينا ساكتين مش عايز اتكلم. طب وصلنا دلوقتي للراوند الخامس وبرده 13 العدد السحري اللي ما بيخلصش ده. اوكي اتوقع كلهم جابوها يا جماعه. طب يا جماعه دلوقتي وصلنا الراوند رقم 12 وفاضل 12 واحد برضو لسه مش عارف هنخلص امتى. العيال دي ما بتموتش. ما تموت يا كابتن ولا ايوه في حد مات. انا شكلي بحسدهم ولا مش عارف. حلو يلا الراوند اللي بعده يا باشا. هنا اللون ده ايزي ما فيهوش مشكله. دكتور ميشو مور لايك ميشو دكتور. مش فاهم انت بتقول ايه يا باشا. اتكلم هيروغليفي ايه الكلام اللي انت بتكتبه ده. لحظه اشتغلت بكلامك يا جزمه. والله يا جماعه الموته اللي فاتت دي بالذات ظلم بصراحه. انا اشتغلت بكلام الواد مش هركز في كلامكم تاني ولا اركز في الشات اركز في الجيم يا باشا. مشكله قعدت استهبل كده اشوف كان بيكتب ايه وبعد كده رحت واقع وما خدتش بالي من اللون. بس مستعبط كده استعبط وما تكررش تاني. طب يا جماعه دلوقتي وصلنا الراوند رقم 15 وفاضل 11 واحد بس فربنا يكرم ونقدر نعمل حاجه. طبعا من اول دلوقتي الراوند يبقى 3 ثواني يعني الوقت بتاعه قليل جدا يا جماعه. مش عارف نلحق ولا لا بس ربنا يكرم ونقدر. حلو في ناس كتير ماتت الراوند اللي فات فاضل 8 نايس قوي يا باشا. لحظه حلو تركيز عشان من دلوقتي الناس هتبتدي تموت كتير. فاضل 4 نايس يا باشا. يلا الراوند رقم 17 نقدر يا جماعه نقدر 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 الحمد لله يا رجاله قدرنا فعلا. اوكي يلا حدش مات. اوكي لسه فاضل 4 الاربعه دول هيبقوا جلادين جدا. ربنا يستر بسرعه ده ولا ده. اوه لا هو الفتح في اتنين ماتوا. اوه ماي جاد انا وبرايدس خليك جدع برايدس خليك جدع يا برايدس وروح موت. يا برايدس الله يخرب بيتك. ايه ده احنا الاتنين فزنا. ياس يا جماعه ياس واخيرا فزنا يا باشا. وينرز برايدز اند دكتور ميشو. اصل يا جماعه استغربت ان انا وهو وقعنا مع بعض يعني فقلت يا ترى ايه اللي هيحصل فحسبوا لنا احنا الاتنين فزنا. ماشي يا باشا انا موافق يعني احنا الاتنين نفوز احسن من ما فيش يا باشا. فاتوقع نايس يا جماعه الحمد لله فزت يعني كان نفسي افوز لوحدي بس مش مشكله عادي يعني. هو كده كده اصلا ولا انا ولا هو كنا هنلحق لان الاحمر كان في الاخر خالص في الطرف وانا وهو كنا قاعدين نبص لبعض مش عارف بنستهبل ليه. ففي الاخر يا باشا احنا الاتنين وقعنا وفزنا مش مشكله. الصراحه يا جماعه احساس جامد جدا كده يعني لما تفوز على العيال دي كلها. واحلى حاجه ان اخر جولتين ثلاثه كده في ناس كتير قوي ماتت كده ورا بعض فنايس يا باشا. ودي حاجه بسيطه يا جماعه انتوا عارفين موضوع بالنسبه لي ايزي. انا متواضع طبعا ما فيش مشكله بس التواضع برضه لازم يبقى معاه شويه غرور كده يعني نص كيلو غرور على نص كيلو تواضع يمشي الدنيا. فمعلش يعني بس انا اسطوره انا هخسر دلوقتي من اول راوند. يلا يا جماعه تتوقعوا هل هو الفوز الثاني على التوالي. هنحاول ان احنا نجيب فوزين على التوالي ما فيش مشكله. يلا بينا يا رجاله نبدا اول راوند الايزي ده. اوكي حاجات دي بسيطة بقى بتاعت المناوب. بعض من المناوب هيقعوا دلوقتي. ايه ده؟ مفيش حد وقع؟ اوكي. يا جماعة ثواني انا دلوقتي في الراوند السابع ومتورط بصراحة مش عارف دي ولا دي. يعني بيتهيألي اللي انا واقف عليها بيتهيألي كده بيتهيألي غلط بيتهيألي نيلة. يا جماعة بس ما انا كنت شايف صح ولا لا؟ يعني قولوا لي بس طمنوني عشان اطمن على عيني لحسن يكون عندي عمى الوان ولا حاجة. فطمنوني بصراحة انا حاسس ان انا عملتها صح. مشكلة كده لما يقولوا لنا شبه بعض بس واحد افتح سنة وواحد اغمق سنة يعني انا اعرفها ازاي؟ اهم حاجة جبت فوز خلاص يا باشا مش جبت فوز خلاص نهرب بقى لحسن يعني لو كملت هموت 1000 مرة وهنسى ان انا فزت وانا مش عايز انسى بصراحة. وبس اشوفك الحلقة الجاية يا حبيبي ومع السلامة.